بداية انطلاقة المباراة كرة بالزبدة عند النجم الرياضي الساحلي، عديد اللاعبين الممتازين في صفوف الفريقين. إدفالدو فيرير منير، شنو رايك فيه؟ لعب هذا عبد الظهير ايسر في كان مصر 2016. قدم إضافة كبيرة بالنسبة للنجم الساحلي، أكيد ظهير ممتاز. النجم الساحلي شد عديد التغييرات بالنسبة للاعبين تاعو بين الموسم الفارط والموسم هذا، نفس الشيء بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. أكيد لاعبين، فما بعض اللاعبين شبان اللي بداوا يمسكوا ياخذوا الخبرة يعني على سنتين ثلاث سنوات لعبوها في النجم الساحلي. مباراة أكيد مشوقة، مباراة نتمناو اللي توصل البرلمان إن شاء الله. إذا انطلاقة المباراة الكرة عند النجم الرياضي الساحلي مخالفة 9 أمتار النجم الساحلي أشرف الزعفي، يعني كرة لإدفاردو فريرا وتصدي ممتاز لمروان مكيس حارس المنتخب وحارس الترجي التونسي. أول كرة في المباراة يتصدى لها مروان مكيس اللي كي يلعب في قيمة الكرة هذولا. بالنسبة لحراس كرة اليد برشا يتباخدوا في الكرة هذولا، حراس مرمى وقت اللي يتصدى الكرة هذولا يدخل كما ياسر في المباراة. أكيد في المستوى هذايا، في المستوى جمعية الكبار في قرية تلعب بطولة ديما عندها حراس ممتازين، ومريان مكيس من الحراس هذو اللي قدم اضافه كبيره بالنسبه للفريق نتاعو. نفس الشيء بالنسبه لزرياط، المباريات الاخيره قدم مباراه ممتازه. وزوج حراس من ابناء بن خيار مدرسه كبيره، مدرسه كبيره قدمت العديد اللاعبين للفرق التونسيه الكبار والمنتخب التونسي. لاحظوا لنا الترجي الرياضي التونسي دا الدفاع نتاعو 6-0 اجريسيف. نجم الساحلي نفس الشيء، عنده تغيير واحد بالنسبة للهجوم، أشرف الصافي مع جهاد جبلة. شوفوا لنا الفريقين، فما اندفاع فما اندفاع فما حماس. رمي 9 أمتار إذن للترجي الرياضي التونسي. يوسف بن علي اللي يلعب العائد للترجي الرياضي التونسي في قطر. كمال العلويني أيضا بعد فيه برجع الترجي التونسي. نضال عمري أسامة الجزيري كرة التونس لعب في لاعبي الترجي التونسي، والهدف الأول في المباراة بإمضاء نضال العمري، هدف أول للترجي التونسي. نضال العمري اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي. تقاطع ممتاز بالنسبة لكمال كمال العلوين مع نضال العمري. لاحظوا مدرب الترجي التونسي اختار باش يكون أيمن حد حماد على البنك، ونعرفوا أيمن حماد راجع من الإصابة. نفس الشيء بالنسبة لأنيس المحمودي، الجزيري بدا معناها اساسي. اكيد البنك عنده قيمه بالنسبه للمباريات هذوما، خاصه في اسبوع تلعبوا فيه 3 مباريات. كرة يزاد من جديد للنجم الرياضي الساحلي إدفالدو فيريرا، يمشي يحاول مرة وقت يوسف بن علي، لكن ثم رميت 9 أمتار للنجم الرياضي الساحلي. صعوبة يلقاها النجم الرياضي الساحلي لحد الآن في تخطي الدفاع 6-0 الحركي من الترجي الرياضي التونسي. هذه محاولة التسديد من أشرف الصعفي، لكن كرة تلمس في دفاع الترجي وتخرج. الحكم يقول رمي 9 أمتار أشرف الصعفي. إدفالدو فيريرا، أشرف الصعفي فيريرا، إدفالدو محاولة مرة أخرى من هجوم النجم الرياضي الساحلي في تخطي دفاع الترجي التونسي والبحث عن اللاعب الدائري. دائرة جبابالا، لكن فما خطأ في الهجوم من النجم الرياضي الساحلي. يرجع الهجوم سريع للترجي التونسي. نضال عمري مرة أخرى ممتازة، ممتازة التسديدة من تحت دفاع النجم الرياضي الساحلي. 2-0 للترجي التونسي في بداية المباراة، والملاحظة الأبرز هي الصعوبات اللي قاعد يقف فيها النجم في الهجوم. النجم الساحلي لقى صعوبات، خاصة حتى المباراة اللي لعبها مع النادي الإفريقي في الهجوم منظم، اليوم نفس الشيء. هل التركيز في بداية المباراة الفريق يحب يخترق الدفاع 6-0 من وسط، وهذا صعب، صعب في كل وجود 4 لاعبين متكتلين وقريبين لبعضهم. نتصور ان الحلول دائما على الاجنحة بالنسبه للنجم الساحلي، ما عندوش سواعد كبيره اللي تنجم تسدد. مع اللاعب بن عبد الله قاعد يحاول، اما اللاعب نتاع اختراقات واصله يلعب جناح. الهجوم من جديد للترجي التونسي. اسامه الجزيري ورقه صفراء المدافع النجم الرياضي الساحلي انور بن عبد الله. الهجوم يقع ديما عند الترجي التونسي. كمال العدويلي، نثار العمري، بدا
علي الحر كمال العلويني فما مخالفة 9 أمتار والحر عدناها على جهة جبل الله يوسف بن علي كمال العلويني مثال العمل كمال العلويني ممتازة التسديدة من كمال هذوما معروف بهم كمال العلويني مباغتة من كمال العلويني وثلاثة أهداف مقابل صفر للترجي في بداية المباراة وهذا الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي عن طريق ماهر بن عبد الله أول هدف للنجم الرياضي الساحلي بعد 5 لاحظوا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ثلاثة أهداف اللي سجلها كانت نص دفاع النجم الساحلي وهذا مش معقول بالنسبة لدفاع 6-0 المفروض قوته في الوسط بالنسبة للنجم الساحلي لو اليوم يحب يلعب مباراة النجم يفوز لازم يلعب دفاع قوي ويساعد الكرة لأن بالنسبة لي هو الهجوم تاعه المنظم مش لاقي حلول كبيرة. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي قاعد يلعب مركز في الهجوم، قاعد يعرف شو يعمل، عنده حلول، لعب الدائري يوسف بن علي قاعد يعطي في حلول كبيرة في الحجوزات واللاعبين نتاع الترجي قاعدين ياخذوا الكرة موفمون قاعدين يلقاو في حلول بروفوندور. هذه تسديده من نضال العمري تصدلها وسيم زريات لكن حتى يعلن رميه 9 امتار للترجي الرياضي التونسي يوسف بن علي تغيير مراكز بين اسامه الجزيري وكمال العلويني اسامه البغاني يقص ويدخل كلاعب دائره ثاني نضال العمري مره اخرى تسديده من نضال العمري لكن المره ذي خارج المرمى ويرجع هجوم سريع للنجم الرياضي الساحلي خلي الكرة النجم الساحلي يحاول يبني هجوم مركز مرة أخرى تسرع من النجم الساحلي شوفوا ماهر بن عبد الله كيفاش مشى وحاول يسدد في حين أنه مدربه كان هنا يقول له استنى وقوموا بهجوم مركز لكن تقعد الكرة عند النجم الساحلي أشرف الصافي كان منسق لعب في النجم لعب كرة مع إدفالدو فيريرا أشرف الصافي إدفالدو فيريرا انور بن عبد الله ادفالدو يسدد مره اخرى دفاع الترجي التونسي حاضر في الاعتراض كونتر من دفاع الترجي وزور سريع اسامه البغاني والهدف الرابع للترجي الرياضي التونسي من اكثر الحاجات اللي ما يحبهمش ظهير في كره اليد يصير كونتر على التسديده نتاعو كيما هذا الترجي التونسي دفاع ممتاز اللاعبين نجم مصممين باش يسدوا من الوسط والفريق متكتر مع بعضه نتصور انا كما حكينا من الاول لو النجم الساحلي حب يلقى حلول على المستوى بالنسبه للهجوم المنظم لازم باش يلعب الاجر ترجي رياضي قاعد مركز في الدفاع كما هو مركز في الهجوم لاحظوا لنا لاعب الدائره لاعب الدائره جهاد جبال الثاني تصدي من مروان مقيس وقال حال النجم في لاعب الدائره لكن جهاد جبال في مغالطة مروان مقيس يرجع هجوم الترجي التونسي وسام الجزيري والهدف الخامس للترجي التونسي 5-1 بين ظهره الصعوبات على مستوى الهجوم قاعد يلقى فيها النجم الساحلي وصعوبة في اختراق دفاع الترجي التونسي المتكتل وسط إسرائيل كما كنت تحكي منير من لاعبي النجم انهم يمشيوا من وسط دفاع لك سنترال نتاع الترجي قوي لازم لاعبي النجم يحلوا الكره يلعبوا مع الاجنحه ويحاولوا وصل الكره ايضا للاعب الدائره. الترجي الرياضي التونسي بدا اول مباراه وحاول باش ياخذ مباراه ليه ويفرض نسق على النجم الساحلي لاحظوا الدفاع نتاعهم دفاع ممتاز قاعدين يساعدوا في الكره بالرغم اللي هما قاعدين يغيروا في اللعب العلويني مع ابو قديده بالنسبه للدفاع والهجوم ما سجلش هذا النجم الساحلي بالضبط مره واحده صارت مع بن عبد الله هذا خطا في الهجوم الحكم يقول مشي بالكره من اجل السعفي يرجع الهجوم مره اخرى للترجي الرياضي التونسي وسام الجزيري والهدف السادس تصور انا وقت مستقطع يطلب سامي السعيدي مدرب النجم الساحلي وقت مستقطع مفهوم منتظر 6-1 وصعوبه كبيره في بدايه المباراه في النجم الساحلي اكيد كما قلنا الترجي الرياضي كان فضل فرض النسق نتاعه واللي يحب عليه من الاول وخذا الفارق 6-1 في ظرف 8 دقائق النجم الساحلي شوفوا تقريبا نفس السيناريو اللي صار لمباراه النادي الافريقي ما يدخلش في المباراه كما من الاول ويقعد اكيد هذا يمشي تعبه على المستوى النفسي وعلى المستوى البدني النجم الساحلي ما عليه كان يحسن الدفاع نتاعه
يحاول باش يخرج الكرة ويحاول باش يلعب الأجنحة والدوائر نتاعو، عنده دوائر ممتازين. نفس الشيء بالنسبة للأجنحة كرزيق ولا الجناح الثاني بري. الترجي الرياضي التونسي هنا عارف ايش يعمل، خذا كما نقولوا سكور من الأول. نصور أنا النجم الساحلي لازم في الربع ساعة الأولانية ما يخليش الترجي الرياضي التونسي ياخذ سكور، كان شراهم شتعة الأخطاء اللي قام فيها النجم الساحلي في الهجوم. يرجع اللاعب بكرة للنجم الرياضي الساحلي جهاد جبلة أشرف السعفي، أنور بن عبد الله أشرف السعفي، إدفالدو فيريرا أشرف السعفي، ممتازة المراوغة من أشرف السعفي، لكن ثم رمية 9 أمتار مرة أخرى. إصرار على المرور من وسط دفاع الترجي بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي إدفالدو فيريرا، أشرف السعفي، أنور بن عبد الله، ماهر بن عبد الله، أشرف السعفي. مرة أخرى مخالفة 9 أمتار، مطالبة بدخول بقوة من يوسف بن علي، لكن كان يقول مخالفة 9 أمتار للنجم الرياضي الساحلي أشرف السعفي. ماهر بن عبد الله يخرج من مركزه كجناح، ومرة أخرى مخالفة 9 أمتار للنجم الرياضي الساحلي. الترجي الرياضي التونسي أنا نتصور الدفاع نتاعه ممتاز خاصة في النص. هنا دائما الحلول نلقاوها مع الدائرة ولا الأجنحة، لازم تغيير مراكز، لازم دخول دائرتين، ما لازموش يلعبوا كل واحد في البوست نتاعه بالنسبة خاصة للخط الخلفي. الحل نلقاوه لاعبين النجم الرياضي الساحلي الآن مع جهاد جاب الله بعد عملية تقاطع وتسلط فيها الكرة للاعب الدائرة جهاد جبلة. جهاد جبلة يسجل الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي، الهدف فقط في 10 دقائق و30 ثانية للنجم الرياضي الساحلي، أكيد شوية لكن النجم الرياضي الساحلي قاعد يلوج على الحلول. والترجي التونسي يجيب الهدف السابع للترجي الرياضي التونسي. النجم الرياضي الساحلي قاعد يبقى في صعوبات على مستوى الهجوم. تصدي ممتاز من مروان الجايز المرة هذه قدام ماهر بن عبد الله. قلت النجم الرياضي الساحلي قاعد يلقى في صعوبات على مستوى الهجوم، ايضا دفاع النجم الرياضي الساحلي ماهوش قاعد يوقف كما يزن، قاعدين لاعبين الترجي التونسي يلقاو في حروب، قاعدين يمشيو يتوغلوا بسهوله، قاعدين يسجلوا في الاهداف. اول حاجه لو نقارنوا اثنين فرق يلعبوا دفاع 6-0، دفاع الترجي الرياضي التونسي تحسه اجريسيف، كل لاعب جاي يسدد خاصه من الخط الخلفي في قابله واحد، وفي لاعب دائما على الكوفرتير. بالنسبه للنجم الساحلي قاعدين يعملوا في مخالفات، مش قاعدين يطلعوا على هنا يلعبوا براحتهم الهجوم، ما فماش مخالفات، مش قاعدين يقصروا في اللعب. نشوفوا كمال العلويني هنا عمل كبير قاعد يقوم به بالنسبه للهجوم، عمل تكتيك ممتاز. يوسف بن علي قاعد يعمل في مشاكل كبيره بالنسبه لوسط الدفاع. اكيد هذا في نفس الكونتكست، يعني قلنا فما فرق بين الدفاع النجم الساحلي وفرق بين الدفاع نتاع الترجي الرياضي خاصه في الاجريسيفيتي. وبالنسبه للهجوم نزيد نعاود ونكرر بالنسبه للنجم الساحلي، حتى الرئيس الرصيد البشري متوفر بالنسبه للنجم الساحلي، ما عندوش خط خلفي كبير، ما عندوش سواعد كبيره لتسدد. الحل بالنسبه لي هو الاجنحه وتخريج الكره بسرعه، ويحاول باش يلوج الهجوم المعاكس. نشوفوا كيفاش باش يتعامل ملاعبيه النجم الرياضي الساحلي هجوميا مع الوضعيه الصعيبه اللي قاعدين فيها. 5 نقاط فرق بعد 11 دقيقه 45 ثانيه، 7-2 للترجي الرياضي التونسي، والهجوم مره اخرى للترجي. تغيير في الترجي التونسي، خروج كمال العلويني ودخول بلال العبدلي على مستوى تنسيق اللعب، هذه تسديده من محمد علي بحر يخرج من مركزه كجناح يحاول التسديد لكن كورته خارج المرمى. هجوم يرجع للنجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي الساحلي قاعد يحاول يخرج في كرة بسرعة للترجي التونسي، ركنين ديفونسيف للترجي التونسي، وعاودة بالدفاع للترجي التونسي بسرعة. هذا إدفالدو فيريرا يغالب هوني، مروان بكي يسجل الهدف الثالث للنجم الرياضي الساحلي. ترجي من مرات قليلة ما لقاش حلول بالنسبة للهجوم منظم. النجم الساحلي لعب بهجوم دفاع ممتاز وساعد الكره للاخر وجي اون ترانزيسيون ولقاو حلول وسجل هدف. لاحظوا الان دخول انيس المحمود في الصفوف
الترجي التونسي مكان اسامه شنزيلي تتغير تشكيل الترجي التونسي مقارنه ببدايه المباراه اللي سمحوا لي ياخذ مكان اسامه الجزيري وبلال عبد الكريم يدخل في مكان كمال العلويني كمنسق لعب في الترجي الرياضي التونسي دفاع النجم كالعاده 6-0 ضغط على هجوم الترجي التونسي انيس المحمودي يوصل الكره لبلال عبد الكريم فما مخالفه سبعه امتار فما سبعه امتار للترجي التونسي وسط مطالبه من بنك النجم الرياضي الساحلي بدخول بقوه هاي امامكم الاعاده مره اخرى في اللقطه الاخيره ورميه سبعه امتار للترجي التونسي اسامه البوغالي بتنفيذ رميه سبعه امتار اسامه البوغالي وجه لوجه مع وسيم زياد والغلبه لحارس النجم الرياضي الساحلي وسيم زريات يخلي الفارق قيمه اربعه نقاط لصالح الترجي الرياضي التونسي ممتاز وسيم زريات التصدي الاخير لرميه السبعه امتار والكره مره اخرى للنجم الرياضي الساحلي في الهجوم اشرف السعف يلعب كره مع نور بن عبد الله ماهر بن عبد الله اشرف السعفي ادفالدو فيريرا اشرف السعفي يخرج جهاد جبالة يقوم بعمليه تقاطع مع ادفالدو فيريرا تسديد من ادفالدو فيريرا والهدف الرابع للنجم الرياضي الساحلي اللي يلقى في الحلول على مستوى الهجوم منير اكيد ترجي الرياضي التونسي مر بفتح فراغ تقريبا في الهجمتين هذو النجم الساحلي يحسن المستوى نتاعه وتحسن الدفاع لما يتحسن الدفاع يعطيك ثقه باش تمشي للهجوم وتلقى حلول من المرات القليل القى النجم الساحلي قا حل تسديد من بعيد لان الدفاع نتاع الدفاع الترجي الرياضي تعدى على 6 امتار وما طلعش على اللاعب الهجوم الان للترجي الرياضي التونسي بلال العبدلي تصل الكرة لأنيس محمود يطلع أنيس مودي يسدد مرة أخرى وسيم زريات ممتاز في التصدي ممتاز وسيم زريات حارس النجم الرياضي الساحلي جوج كرات قاعدين يقدموا في بداية مباراة طيبة وسيم زريات ومروان ممتاز يقعد الهجوم الآن النجم الرياضي الساحلي تركيز كبير في لعب النجم الساحلي على اللاعب ادفالدو فيريرا الان كل اللي نذكر ديما انه افضل ظهير ايسر في كان في مصر 2016 وانتداب مهم للنجم الرياضي الساحلي انتداب مهم اكيد لكن النجم الساحلي يظهر لي مطالب انه يلقى ظهير ايمن ايضا منير باش ينقص شويه الحمل على ادفالدو فيريرا عنده اللاعب بالحاجه ولاعب ممتاز لاعب يسري صارت له اصابه احتراف ممتاز من لاعب بن عبد الله القاء نلاحظوا لنا تغيير انيس المحمودي بقديده بالنسبه للدفاع انيس المحمودي بعيد شويه عن الكومبيتيسيون كان مصاب ممكن مازال ما دخلش في المباراه كما لازم اما لاعب كبير يقدم الاضافه ديما للترجي والهجوم للترجي الرياضي التونسي تقلص الفارق الى زوز نقاط بعد ما كان خمسه نقاط كامله زوز نقاط وهذا الهدف الثامن للترجي ثلاثه نقاط فارق ثمانيه مقابل خمسه 16 لعب الهجوم للنجم الرياضي الساحلي وفما اصابه لاعب بن عبد الله ان شاء الله يقوم لاعب بن عبد الله يشوف مراقبه فان تدخل من بلال عبد اللي على اللاعب بن عبد الله مخالفه تسعه امتار للنجم الرياضي الساحلي هذه إعادة هدف الترجي التونسي بلال العبد اللي سجل الهدف الثامن للترجي الرياضي الترجي التونسي أيضا بدأ يلقى في بعض المشاكل على مستوى الهجوم مع تحسن دفاع النجم الرياضي الساحلي في الهجوم الآن بن عبد الله جبالة وهدف ممتاز ممتاز جبالة لاعب دايره صراحة مثال قاعد يعطي برشا حلول شوف انك تخرج من المدافع الحل الزميل الكرة وسجل الهدف وقاعد يعطي في حلول النجم الساحلي على مستوى الهجوم تقاطعات تمركز الدائرة كان ممتاز تمريرة ممتازة في وقت مناسب وهدف هجوم نموذجي للنجم الساحلي يرجع كمال العلويني كمنسق لاعب في الترجي الرياضي التونسي محمد علي بحار يخرج ضغط جناح نضال العمري الترجي التونسي يصبح يلعب بزوز لاعبين
دايره في محاوله باش يوخر دفاع النجم الانسيحي، باش دفاع النجم الانسيحي يرجع حسب امتار وهجوم الترجي الدفوسي يلقى الحلول كما قلت. الترجي بدا يلقى في الصعوبات هذاك، علاش قاعد يلوش في حاله ادخال لاعب دايره ثاني؟ اكيد اكيد كمال العلوي يسدد ممتاز ممتاز. وسيم زوريان وسيم زوريان، فما تدخل من كمال العلويني على ماهر بن عبد الله، بشوفوا قرار الحكم. حكم عايد كمال العلويني، قاعدين نستناو جوج حكام قاعدين يتشاوروا مع بعضهم، نستناو مطالبه من بنك الرياض الساحلي ورقه حمراء لكمال العلويني. نرجعوا نشاهدوا اللقطة، الحكام يقولوا 30 ابعاد 30 لكمال العلويني على اخرها، او اعادة للقطة الاخيرة. قاعدين نشاهدوا في الصورة تدخل كمال العلويني بن عبد الله تدخل كلفه الابعاد لمدة 30. الهجوم باش يرجع للنجم الرياضي الساحلي، 8 مقابل 6 بعد 17 دقيقة 43 ثانية. بدا يقرب تقرب النتيجة لبعضها، بدات تسخن المباراة، بدات تحلى المباراة كما شاهدوا في كرة يد ممتازة. بالضبط بالضبط، أكيد هذه النتيجة وصلوا 8-6. أكيد النجم الساحلي حصل الدفاع نتاعه تخريج من الطول، كرة ممتاز، لقوا حلول على مستوى خاصة مع لاعب الدائرة. اللاعبين السواعد نتاع النجم الساحلي حس فما تبادل مراكز، فما تقاطعات، فما تغيير في اللعب، في اللعب الترجي هذا التونسي نحسوا لهنا بدا اللعب جماعي. 8 دقائق تقريبا سجل هدفين برك خلف اللعب الفردي، وهنا اللعب الفردي ما يعطيش حلول ويخلي الفريق يعني على المستوى النفسي يعني يضعف. هذا الهجوم اذا للنجم الرياضي الساحلي، ادفالدو فريرا يمشي يحاول التسديد يسدد، وكره تسدد بالقاب ترجع له مره اخرى، كره اصرار من ادفالدو فريرا على انه يمشي ترجع الكره في مره ثالثه للنجم الرياضي الساحلي. المره هذه انور بن عبد الله يسجل الهدف السابع للنجم الرياضي الساحلي. كان ثم شويه انانيه من ادفالدو فريرا في الكره الاخرى، كان قادر انه يمرر زملائه، لكن ترجع الكرة مرة أخرى ويسجل الهجمة للساحلي. الهدف رقم 7، هذه إعادة للهدف السابع للنجم الساحلي، وترجع المباراة إلى مستوى إلا هدف وحيد. ويدخل أيمن حماد الآن في هجوم الترجي التونسي، وكان نزال العمري أيضا سيف الدين أو حمدي عيسى يدخل في هجوم الترجي الرياضي التونسي. أيمن حماد أنيس المحمود يمشي يلقى ثغرة ممتازة، أنيس المحمود ممتازة المحاولة، ممتازة التوغل من أنيس المحمود، يبقى ثغرة في دفاع النجم الرئيسي يعني مشاهدة الدوري. هدف ممتاز في وقته بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، يلعب 5-6، لقاو حلول تقاطعات خارجية ولقاو حلول باش يسجلوا. هنا النجم الساحلي لو يحب يرجع في النتيجة لازم يسجل عددين. مطالب النجم الرياضي الساحلي باستغلال الأسبقية العددية، مازالت 35 ثانية في عقوبة كمال العلويني، في حين الترجي التونسي بيحاول أنه يتلافى النقص العددي هذا. الهجوم عند النجم الرياضي الساحلي، ماهر بن عبد الله، أنور بن عبد الله، أشرف السعدي، إدفالدو فيريرا، عملية تقاطع ما بين إدفالدو فيريرا أشرف السعفي يمشي كظهير، إدفالدو كمنسق لعب بيسدد إدفالدو فريرا، والهدف الثامن للنجم الرياضي الساحلي. إدفالدو فريرا ممتازة، ممتاز الارتقاء، شوف شوف قداش يطلع إدفالدو فريرا، يلتقي كما يلزم، يسدد يحل المرمى قدامه ويحط كرة في بلاصة صعيبة على مروان مكيز. 9 مقابل 8 للهجوم للترجي الرياضي التونسي. أسامة الجزيري يرجع أيضا، بلال العبدلي، أيمن حميد، بلال العبدلي، أسامة الجزيري يسدد ويسجل الهدف العاشر للترجي الرياضي التونسي رغم محاولة وسيم زريعة. عمل فردي ممتاز، اختراق اختراق بالنسبة للاعب بن عبد الله، تسجيل الهدف ممتاز. الهجوم للنجم الرياضي الساحلي حسن سامي السعيدي على الهدف الاخير للترجي الرياضي التونسي، ماهوش راضي
على دفاعه في اللقطة الأخيرة. إدفالدو فيريرا، أشرف السعفي، بن عبد الله، ماهر بن عبد الله، إدفالدو فيريرا يمشي مرة أخرى من وسط دفاع المرة هذه قدموه حمدي عيسى، مدافع سلب المدافع حمدي عيسى في دفاع الترجي الرياضي التونسي. أشرف السعفي تقعد الكرة للترجي، قاعد شاهد أيضا في عامر محمود قاعد يقوم بالحركات الإحمائية باش يدخل في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. بحث عن اللاعب في الدائرة، فما مخالفة تسعة أمتار جهاد جبل، جهاد جبل، إدفالدو فريرا يسدد بغالي مرة على اليمين مرة على اليسار، إدفالدو فريرا ويسجل الهدف التاسع للنجم الرياضي الساحلي. إدفالدو فريرا قاعد يعطي في عديد الحلول للنجم الرياضي الساحلي، ويخلي مدرب الترجي لويس لاتو يطلب وقت مستقطع لمعالجة بعض الأمور، خاصة نتصور على مستوى الدفاع للترجي التونسي. أكيد أكيد 20 دقيقة لعب، ملاحظة فنية أن الترجي الرياضي التونسي استعمل تقريبا 12 لاعب في 20 دقيقة لعب، عكس النجم الساحلي استعمل تقريبا 8 لاعبين برك، 7 لاعبين برك. أكيد بالنسبة للترجي الرياضي التونسي الاستقرار على مستوى الدفاع والهجوم لازم يكون موجود، استعمل 12 لاعب أكيد عنده اختيارات المدرب نعرفه. بالنسبة منير هوني يفسر لنا علاش الترجي الرياضي التونسي استعمل برشا ملاعبية وقت اللي كان النتيجة عند الترجي التونسي من المفروض يخلي نفس التشكيلة، يقعد يلعب نفس التشكيلة، لكن مدرب الترجي قاعد يغير برشا. الترجي الرياضي التونسي عنده لاعبين ممتازين في الملعب وفي البنك. الأسبوع هذا الفريق لعب مبارتين وهذه مباراة ثانية، ممكن يفكر في تصحيح المجهود بالنسبة للترجي التونسي، يلقى حلول أخرى، ما يخليش اللاعبين نتاعو يتعبوا باش يلقاهم في الشوط الثاني. الهجوم للترجي الرياضي التونسي، بلال العبدلي، أيمن حماد، أسامة الجزيري، أيمن حماد، بلال عبدلي، توصل الكرة لأسامة الجزيري، شوف أسامة الجزيري بين الجيب بلاصتو وكذا هي كجناح ديزاكسي وسجل الكرة. عملية ممتازة، تقاطعات، تبادل المراكز، فوز دايرتين وعملية ممتازة. والإجابة من النجم الرياضي الساحلي، حليت المباراة، هدف من هذا فهدف ملير هكا نحبوا المباراة، مباراة ممتازة، مباراة سخونة، قاعدين نشاهدوا في برشا هجومات على مستوى الهجوم، أيضا دفاعات واقفة كما يلزم، برشا اندفاع، برشا لقطات فنية في المباراة، برشا ثنائيات أيضا. كرة للترجي التونسي، أيمن حماد، أسامة الجزيري، توصل الكرة لحمدي عيسى لعب الدائرة لكن ما يتحكمش في كورته، ترجع هجوم معاكس، إدفالدو فيريرا يحاول المرور، يوصل اللاعب للجناح لكن فما مشي بالكرة، إصرار في كل مرة من إدفالدو فيريرا على أنه ينهي هو الهجوم، ليه قاعد يسجل لكن قاعد يضيع على النجم في برشا كرات، أيضا إدفالدو فيريرا اللي مسجل لحد الآن 4 أهداف من 6 محاولات. قاعد يصر برشا انه يمشي هو يكمل الهجوم. اكيد الحماس، اكيد اللاعب في المباراه موجود، مسجل 4 اهداف، قدم مردود ممتاز، النجم الساحلي قاعد يساعد الكوره وهذا المطلوب، اما ما لازمش يدخل في التسرع واللعب الفردي. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي اكيد فريق كبير، لاعبين عندهم خبره، الغلطه اللي مش تغلطها انت بالنسبه لك انت باش يكون هجوم معاكس عليك. يوسف بن علي وجه لوجه في رمية 7 أمتار مع وسيم زريات وينجح في تسجيل رمية 7 أمتار، هذه يوسف بن علي رمية 7 أمتار الثانية للترجي التونسي، ينجح في تسجيلها يوسف بن علي بعد ما كان أسامة المغامي فشل في تسجيل 7 أمتار الأولى، ويرجع يوسف بن علي فارق المستوى زوز نقاط لهذا الترجي. لاحظوا المدرب سامي السعيدي خرج الحارس وداخل لاعب، الفريق نتاعو مقوس يلعب 5 لاعبين، خير باش يلعب 6 لاعبين باش يلقى حلول بالنسبه للهجوم. هذه مجازفة سامي السعيدي مدرب النجم الرياضي الساحلي كما قلت منير، لإيجاد الحلول على مستوى الهجوم في ظل النقص العددي
للنجم الرياضي الساحلي تو نشوفوا كيفاش باش يلقى الحل هجوم النجم الرياضي الساحلي والاختيار التكتيكي هذا باخراج حارس مرمى وادخال لاعب سادس سته لاعبين من النجم الرياضي الساحلي على ارضيه الميدان كلهم لاعبين ما غير ما فماش حارس ما فماش حارس مرمى الان في النجم الرياضي الساحلي الوقت متوقف لمسح القاعه جماهير النجم الرياضي الساحلي بدا يتكاثر الاعداد نتاعها وقاعده تشجع في الفريق نتاعها 12 مقابل 10 بعد 23 دقيقه 45 ثانيه لعب في هذا الشوط الاول في قمه الجوله العاشره ذهاب في بطوله كره اليد دائما تشاهدوها على الوطنيه الاولى وهذا الهدف 11 للنجم الرياضي الساحلي اختيار صعب وقت اللي تمشي معاه المدرب يكون الاختيار نتاعو صعب تمريره ممتازه ممتازه عمل ممتاز تمثيل تمريره ممتازه في وقت صحيح ومحمد علي بحري يكمل الاسيست هذا من اسامه الجزيري ويحط الكره في الشبكه ويرجع الفريق زوز اهداف للترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي مرة أخرى في الهجوم ومرة أخرى نفس الاختيار من مدرب النجم الرياضي الساحلي إخراج حارس المرمى ويلعب بستة أمام لاعبين في ظل النقص العددي يزيد 15 ثانية باش يوصلها النجم الرياضي الساحلي منقوص من لاعب النجم في الهجوم جهاد جبلة أشرف السعفي بن عبد الله أشرف السعفي إدفالدو فيريرا سعفي بن عبد الله تكتمل نصاب النجم الرياضي الساحلي في الهجوم يخرج جهاد جبالة لا سهله سهله التسديده هذه ما يسجلش لعب النجم الرياضي الساحلي كانت تسديده سهله صعيب انك تغالط حارس كبير وممتاز كما مروان مقيس بتسديدات كما هكا ويرجع الترجي الرياضي التونسي للهجوم يوسف بن علي بلال عبدلي اسامه الجزيري بلال عبدلي اسامه الجزيري عبدلي ايمن حميد عمليه تقاطع مع بلال عبدلي حاول يوصل الكره للجناح محمد علي بحر لكن الدفاع النجم متفطن يقص الكره تخرج كره توصل هجوم معاكس ممتازه عمليه رفع الكره من الجناح النجم الرياضي الساحلي عصام رزيق، عصام رزيق رجع المباراة المستوى إلا نقطة 13-12 قبل أربع نقاط على نهاية هذا الشوط الأول ويرجع كمال العلويني في تنسيق هجومات الترجي التونسي، كمال العلويني أيمن حماد، كمال العلويني أسامة الجزيري يرجع الترجي التونسي بالتشكيلة اللي بدأ بها المباراة وهذا الهدف رقم 14 للترجي الرياضي التونسي هدف مصحوب أيضا باستبعاد لمدة دقيقتين لعامر محمود مرة أخرى النجم الرياضي الساحلي باش يلقى روحه يلعب بنقص عدد خروج عامر محمود دقيقتين المرة الثانية يعني تقريبا المرة الثالثة يولي ياخذ ورقة حمراء بالنسبة للمدرب سامي سعيدي معامل عليه برشا خاصة بالنسبة للدفاع يضطر باش يلعب باش يغير لاعب آخر بالنسبة للدفاع ويقطعوا الكرة نلاحظوا المباراة ولات متكافئة من بعد الدقيقة التاسعة لكن السكور 6-1 تحسن مردود بتاع النجم الأهلي خاصة بالنسبة للدفاع وتخريج الكرة بدا يقف في حلول الترجي الرياضي التونسي بعض التغييرات خلات الفريق النجم الساحلي يرجع ما لقاش حلول في الهجوم والدفاع نتاعو ما كانش اجريسيف كما بدايه المباراه. الهجوم للنجم الرياضي الساحلي ومخالفه 9 امتار للنجم الساحلي، النجم الساحلي تقريبا نفس التشكيل اللي بدا بها المباراه ما غيرش المدرب سامي السعيدي. والهدف 13 عن طريق إدفالدو فيريرا، الهدف 13 للنجم والهدف الخامس لهذا اللاعب ممتاز وسيم زريات في مرة أولى قدام كمال العويلي في مرة ثانية قدام أسامة البوغاني ممتاز جدا قدم شوط أول ممتاز الحارس وسيم زريات تسرع في اللقطة الأخيرة خاصة من كمال العويلي في الكرة
لولا وقت اللي مدربه كان يطالب فيه بانه يلعب هجوم مركز مشي كمال العيوني يسدد وحده تصدى وسيم زريات في مره اولى قدام كمال العيوني في الثانيه ضد اسامه البغامي خلي فريقه دائما في مستوى الا هدف وحيد قبل زوز دقائق على نهايه المباراه 14-13 للترجي نادي التونسي عفوا على انتهاء هذا الشوط الاول بدو فريرا يلعب مع جهاد جبالة ثم مخالفة 9 أمتار مطالبة بدقيقتين من النجم الساحلي لكن الحكم يقول ما تستحقش استبعاد بدقيقتين يتبادل فريرا المرة هذيك منسق لعب في النجم الساحلي يخرج جهاد جبالة مرته لعب فريرا وتسديدة من بن عبد الله أنور بن عبد الله بعيدة على مرمى مروان مكيز عكس هجوم الترجي التونسي اسامه البغامي وقت اللي تضيع كوره سهله كيما هكا وقت اللي فريقك يكون مطالب باش يسجل باش يعدل وتسدد التسديده كيما هكا العقوبه تجي تسع في ساعه تكون تلعب كوره عدى عدى تولي فيها تبقى خاصه زوج اهداف اكيد مع استغلال التغيير بين الدفاع والهجوم بالنسبه للنجم الساحلي فما هجوم معاكس وفما لاعب النجم الساحلي يغير هذاك علاش الترجي التونسي لقى حدود بهدف من هجوم معاكس الهجوم للنجم الرياضي الساحلي اشرف السعفي فما مخالفه 9 أمتار 9 أمتار للنجم الساحلي جهاد زابالله باش ينفذ مخالفه 9 أمتار اشرف السعفي كمال العلوي اللي قاعد يقلق في انور بن عبد الله مره اخرى مخالفه 9 أمتار للنجم الساحلي اللي يخير مدربه اخراج ادفالدو فيريرا على مستوى الهجوم ويدخل ويلعب باللاعب ماهر بن عبد الله كظهير ايسر وقت متوقف لمسح الارضيه 27 ثانية على نهاية هذا الشوط الأول زوز أهداف فارق للترجي الرياضي التونسي أكيد النجم الساحلي باش يحاول يلعب الهجوم هذا للآخر ويحاول يقلص الفارق باش يطول في الهجوم النجم الساحلي ويحاول يقلص الفارق في هذا الشوط الأول والترجي أكيد باش يحاول أنه يرجع للحجرات الملابس متقدم بزوز نقاط فارق عكس هجوم كرة طويلة من مروان مقيز لكن الدفاع على النجم الساحلي متفتن وينتهي الشوط الأول على فارق زوز أهداف فارق للترجي التونسي 15-13 الشوط الأول بوجهين منيرة 10 دقائق أولى فترة كان فيها الترجي التونسي الفرق حتى 7-2 و8-3 لكن النجم الساحلي بعد عرف كيفاش يرجع في هذا الشوط قلص الفارق الى مستوى الى نقطه باش يكملوا بمستوى الى نقطتين الى هدفين كما قلنا الشوط الاول يعني في فترتين فتره الترجي الرياضي التونسي وفتره النجم الساحلي الترجي تقريبا 10 دقائق الاولى كان منظم دفاع وهجوم كل شيء كان ماشي فرض لصق على النجم الساحلي النجم الساحلي رجع في المباراة بعد حسن الدفاع نتاعو الحارس نتاعو قام بتصديات ممتازة خلت الفريق النجم الساحلي يرجع في النتيجة ولا شوط ممتاز تسابق وتلاحق في النتيجة نتمناه هو المستوى هذا يتواصل في الشوط الثاني وإن شاء الله الانتصار للفريق الأجدر شكرا لك منير أكيد لنا عودة معاك ومع مشاهدينا الكرام لمتابعة الشوط الثاني مباراة القمة للجولة العاشرة ذهاب لبطولة كرة اليد دائما حصريا على الوطنية الأولى لنا عودة بعد دقائق قليلة شكرا لكم على متابعتكم إلى اللقاء مشاهدينا الكرام احب الرياضه على الوطنيه الاولى اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد لمتابعه هذا الشوط الثاني من مباراه قمه الجوله العاشره لبطوله كره اليد النجم الرياضي الساحلي
الترجي الرياضي التونسي 20 ثانية منذ انطلاق هذا الشوط الثاني، نتيجة ما زالت على حالها 15-13 نتيجة الشوط الأول. التقدم للترجي الرياضي التونسي في نهاية الشوط الأول، جماهير محترمة العدد من جمهور النجم الساحلي قاعدة تتبع في هذه المباراة، أيضا عدد محترم من جماهير الترجي الروسي تحولت السوسة موجودة هنا في القاعة الأولمبية بسوسة لمتابعة هذه المباراة. شوط أول كان مشوق خاصة في النصف الثاني، الترجي التونسي كان خذل فارق في أول مباراة وصعد فارق حتى الستة نقاط قبل ما يرجع النقاط النجم الرياضي الساحلي وينهي الشوط في مستوى إلا اثنين. والآن النجم الرياضي الساحلي يسجل هدف 14 ويرجع المباراة في مستوى إلا هدف وحيد 15-14 بعد دقيقة ونص على بداية هذا الشوط الثاني. منير بداية الشوط الثاني يشوفوا اختيارات بالنسبة للمدربين، سواء بالنسبة للنجم الساحلي لاحظنا دخول اللاعب الهمامي بالنسبة للدفاع، بالنسبة للهجوم اللاعب مامي ظهير الأيمن ومنير الدويري، هذا بالنسبة للهجوم. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي دخول شفيق بقديدة مكان البغانمي، تقريبا الترجي التونسي نفس التشكيلة اللي بدأ بها الشوط الأول. هذا استبعاد لمدة دقيقتين في صفوف النجم الرياضي الساحلي وأسبقية عددية للترجي الرياضي التونسي. جلوس يحاول يلعب الكرة مع يوسف بن علي، فما رمية 9 لفائدة الترجي الرياضي التونسي. كنت تشاهدوا في وسيم زريات قاعد يشجع في زملائه، وسيم زريات اللي كان قدم شوط أول ممتاز وكان وراء عودة النجم الرياضي الساحلي على مستوى النتيجة في الشوط الأول. والوجود يبقى عند الترجي التونسي، كمال العلويني مثال العمري، أسامة الجزيري يمشي يحاول مرور يسدد ويسجل الهدف 16 للنجم الرياضي الساحلي 16-14 لفائدة الترجي الرياضي التونسي. دائما الاختيار من سامي السعيدي، إخراج حارس المرمى وإدخال لاعب لتفادي النقص العددي المرة هذه، دخل الجيلاني مامي سامي السعيدي واللي قاعد يأثر على النجم الساحلي منير في الشوط الأول. وأنا في بداية هذا الشوط الثاني هما لسه بعدات لمدة دقيقتين خلقوا برشا، النجم الساحلي لعب برشا وقت منقوص من اللاعب. أكيد الدفاع نتاع النجم الساحلي تحسن، ولكن فما أجريسيفيتي أكثر، فما برشا حماس محاولة الاستغلال التغيير على مستوى حراسة المرمى من مثال العمري، حاول المباغتة وسدد من بعيد لكن كورتو خارج المرمى. مرة أخرى يخرج وسيم زريات ويدخل منير الدوير المرة هذه في هجوم النجم الرياضي الساحلي. قلت فما برشا أجريسيفيتي منير في دفاع النجم الرياضي الساحلي، وهذا اللي خلاه ملاعبيته يخرجوا بسبعة عادات لمدة دقيقتين. إدفالو فريرا يسدد ممتاز، مروان مكيز في التصدي كما شوط الأول بدا ممتاز مروان مكيز وتصدى عديد التصديات أيضا. شوفوا التصدي من مروان مكيز يخرج كرة وهجوم سريع، ومحمد علي بحر يزيد يعمق الفارق مستوى 3 أهداف للترجي الرياضي. كله الإطار الفني بالنسبة للنجم الساحلي اختيار ممتاز بإدخال لاعب لما الفريق يبدأ ناقص باش يلعب 6 لاعبين، لكن الهجوم تاعه لازم لازم يخلي الكرة الوقت لازم يوصل حتى للعب السلبي باش يربح الوقت وعلى مستوى النتيجة الاثنين. الهجوم للنجم الرياضي الساحلي إدفالتو فيريرا، الجيلاني مامي يلعب مع أشرف السعفي سدد فما 9 أمتار وأيضا استبعاد لمدة دقيقتين في وجه يوسف بن علي. دفاع ممتاز من أشرف السعفي، هل يوسف بن علي يقوم بمخالفة ويخرج دقيقتين. الترجي الرياضي التونسي هو اللي يصبح منقوص عدديا في هذا الهجوم للنجم الرياضي الساحلي. لعب متوقف لمسح أرضية القاعة، أكيد سلامة للاعبين تمر قبل كل
شيء 17-14 بعد 4 دقائق في هذا الشوط الثاني. الأسبقية دائما للترجي الرياضي التونسي منذ بداية المباراة. الترجي التونسي خلال الأسبقية وصلت حتى 5 نقاط وقعد تحافظ على هذه الأسبقية اللي خلصها النجم الرياضي الساحلي الفارق هدف واحد. إدفالدو فريرا يلعب كرة ممتازة مع جناح ممتاز ممتاز جدا مروان مقيز صدى الكرة خالد الحيدري. صعيبة مخالفة مروان مقيز خاصة على مستوى الجناح منير. أكيد مقدم الإضافة الشوط الثاني مروان مقيز 2 تصديات ممتازة خلى الترجي الرياضي التونسي ياخذ فارق 3 أهداف. أكيد النجم الساحلي يعرف اللي هو يلعب 6-5 يلزمه يستغل خروج الدقيقتين نتاع الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي بالخبرة نتاعه قاعد ياخذ الكرة في الهجوم قاعد يخلي الهجمة الأخرى نتاعها باش يوصل باش يربح الوقت على مستوى يعني النتيجة والوقت يعني. الهجوم للترجي الرياضي التونسي بعد تسديدة من نزال العمري خارج المرمى لكن مسبوقة بخطأ. و9 أمتار للترجي التونسي. كمال العلوي نزال العمري وسام الجزيري يقدم شوط أول ممتاز وفما خطأ على مستوى الهجوم فما ماشي بالكرة من أسامة الجزيري ويرجع الهجوم للنجم الرياضي الساحلي. أشرف السعفي جيلاني مامي إدفالدو فيريرا بن عبد الله ماهر بن عبد الله عفوا هو اللي خذا مكان اشرف السعفي كمنسق لعب في النجم الرياضي الساحلي. واستبعاد ثاني بدقيقتين في صف الترجي الرياضي التونسي. المره هذه اسامه الجزيري هو اللي يخرج باستبعاد لمده دقيقتين ويصبح النجم الرياضي الساحلي يلعب ب6-4 اسبقيه عدديه بزوز لاعبين للنجم الرياضي الساحلي بن عبد الله. وسكون الجيلاني مامي ممتاز المرور والتسديد والتسجيل الهدف 15 للنجم الرياضي الساحلي. عمليه كلاسيكيه تدور الكره بسرعه ويدخل اللاعب يخترق ويستغل الضغط العددي في الشعر. اللاعب ماهر بن عبد الله وين يكون متواجد بالنسبه للهجوم؟ لاعب عنده خبره، لاعب بوليفالون، لاعب عديد التربيات وعاد لاعب عديد المباريات مع الترجي والنادي الافريقي قاعد يعطي في حلول للفريق نتاعه سواء في الدفاع بالنسبه للهجوم. والهجوم الان الترجي التونسي الحكام يرفعوا يديهم في اشاره للعب السلبي. اكيد الترجي التونسي يجب يلعب الكره بسرعه بل ما يزفروا لحكام اللعب السلبي مره اخرى. رميه 9 أمتار للترجي الرياضي التونسي دخول انيس المحمودي على مستوى الهجوم يلعب تسديده تحتيه من نضال العمري ممتاز ممتاز جدا. وسيم زريات يتصدى الكره خارج هجوم عكس سريع على جهاد جبالة ما يتحكمش في الكره كما يلزم ويخير انه يلعب الهجوم المركز. ماهر بن عبد الله على مستوى التنسيق النجم الرياضي الساحلي يتفادوا فيرا الجيلاني مامي ما توصلوش الكره. ماهر بن عبد الله فما مخلف 9 أمتار للنجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي وحارس يحب يلعب الكره بسرعه يحب يستغل النقص العددي اللي مازال متواصل في دفاع الترجي الرياضي التونسي قبل 10 ثواني على اكتمال النصاب في دفاع الترجي. يرجع اشرف السعفي لتنسيق هجومات الترجي الرياضي التونسي من بدايه دفاع الترجي يقص الكره هجوم عكس بدل العمري يسدد ويسجل الهدف للترجي الرياضي التونسي. وقت اللي يبدا دفاع موقف يقص كره حاجه باهيه. في المقابل نجم الرياضي الساحلي ما استغلش النقص العددي سجل هدف وحيد وقت الترجي التونسي يلعب 4 ثم 5 فقط على مستوى الدفاع. تسرع 6-5 قطعان كوره من دفاع الترجي التونسي هجوم معاكس وهدف ثمين فريق نقص. 9 أمتار لفئه النجم الرياضي الساحلي. جيلاني مامي إدفالدو فيريرا اشرف السعبي إدفالدو فيريرا السعفي فيريرا عمليه تقاطع ما بين اشرف السعفي إدفالدو فيريرا فما مشي بالكره اشرف السعفي حاب يعمل مراقبة على تقييم عمليه فانت لكن فما مشي بالكره ويرجع
الهجوم مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي. أنيس المحمودي، كمال العلويني، ظل العمري، كمال العلويني، أنيس المحمودي، ظل العمري. فما تدخل من دفاع النجم الساحلي، يقص الكرة لكن ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي. كمال العلويني دائما يلعب كمنسق لاعب في هجوم الترجي الرياضي التونسي في هذا الشوط الثاني. أنيس المحمودي بيحذى مكان وسام الجزيري، ظل العمري، طارق جلوس بيحذى مكانه أيضا في هذا الشوط الثاني. كمال العلويني يسدد ويسجل ويغادر الحارس وسيم زريات. 19-15، 4 أهداف فارق لفئات الترجي الرياضي التونسي، 4 أهداف يخليه المدرب سامي السعيدي ياخذ وقت مستقطع. تقريبا نفس السيناريو الشوط الاول منير، صعوبات على مستوى الهجوم بالنسبه للنجم الساحلي، اخطاء في الهجوم بالنسبه للساحلي يستغلها الترجي التونسي ويعمق من خلالها الفارق. اكيد الشوط الثاني نفس السيناريو تقريبا، الفتره الاولى الترجي الرياضي التونسي ياخذ هو المبادره بالتسجيل، قاعد يفرض النسق نتاعه النجم الساحلي، النجم الساحلي ارجاع بالتسرع بالنسبه للهجوم نتاعه ورجع عليه هجومات معاكسه، ما استغل خروج تيفتين بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، رجعت عليه اهداف. نتصور بالتايم اوت اللي خداه الاطار الفني للنجم الساحلي، نتصور عدل الهجوم والدفاع نتاعه النجم الساحلي قادر باش يرجع. الترجي الرياضي التونسي قاعد يستعمل فراسيد البشر اللي بتوفر عنده بالنسبه للاطار الفني، قاعدين يقوم باللازم مسك باهتمام المباراه. وعلى كل حال المباراه نقولوا احنا متكافه بين الفريقين، ان شاء الله المباراه مستوى الفني نتاعها ممتاز، ان شاء الله يكملوا هكا الفريقين. ان شاء الله مستوى اكيد ممتاز للمباراه كما قلنا قبيله، هذا مهم برشا للمنتخب الوطني التونسي اللي قادم على كأس عالم في فرنسا 2017. ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي باش يبدا التربص التحضيري نتاعو نهار 5 ديسمبر استعدادا لكأس العالم، باش يقوم بزوز مباريات وديه ضد المنتخب المصري نهار الاثنين 12 ديسمبر، 5 نتاع العشيه. ممتاز ممتاز الهدف للنجم الرياضي الساحلي من جهاد جبر. النجم الساحلي يلقى الحلول على مستوى الدائره. كمال العلويني فما عم مشي بالكره، مشي بالكره من كمال العلويني، ترجع الهجوم للنجم الرياضي الساحلي. وممتاز جدا مروان مقيز، ممتاز مروان مقيز وتصدي لكره منير بعد الهجوم من سرحة الترجي. قلت المنتخب الوطني التونسي باش يلعب مباراة ودية نهار الاثنين 12 ديسمبر 5 نتاع العشية في الشمس ضد المنتخب المصري، المباراة الثانية أيضا ضد المنتخب المصري باش تكون في جمال نهار الأربعاء 14 ديسمبر 4:30 نتاع العشية. زوز مباريات مهمين، زوز مباريات من الحجم الثقيل منير للمنتخب الوطني التونسي قبل كأس عالمية باش تكون في فرنسا إن شاء الله. أكيد مبارتين المنتخب نتاعنا باش يكون حاضر بطولة العالم، لازم يلعب مباريات من الحجم الثقيل ويكون حاضر كما يلزم. نتصور مبارتين هذوما أحسن اختيار يبدأ بهم المنتخب التونسي باش يحضر بطولة العالم. ان شاء الله ان شاء الله. منتخب التونسي منتخب فرحنا برشا، عشنا معاه برشا برشا، حلو برشا، حلو برشا التمريره وحلو برشا رفع الكره بالحارس مروان مقيس من لاعب خالد الحيدري، والهدف 17 للنجم الرياضي الساحلي. 19-17 قلت المنتخب الوطني التونسي، عشنا معاه برشا لحظات حلوه، برشا ذكريات جميله مع المنتخب الوطني التونسي رغم الهزات رغم الصعوبات اللي قاعد يلقى فيها المنتخب في الاونه الاخيره في الالعاب الاولمبيه ولا في كاس العالميه الاخيره في قطر. لكن نتمناو دائما انه المنتخب التونسي يرجع ويقدم المردود الكبير اللي عودنا به بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي ان شاء الله في كاس العالم في مصر. واكيد عندكم متابعه لزوج مباريات الوديه للمنتخب الوطني التونسي دائما وكالعاده على القناه الوطنيه الاولى، ما تحرمش مشاهديها واحباء المنتخب الوطني التونسي واحباء كره اليد متابعه المباريات الكبرى. عندكم معكم 5 مباريات
للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب المصري، كما عندكم موعد ان شاء الله مع مباراة الدربي يوم الجمعة 2 ديسمبر 5 نتاع العشية. الترجي الذي تونسي النادي الافريقي ايضا اجتهدوا على الوطنية الاولى، اللعب في الان متوقف، ثم استبعاد القانون الحكام القانون الدولي يقول لما لاعب ينصاب ويدخل له الاخصائي العلاج لازم يرتاح ثلاثة هجمات في الهجوم باش ينجم يرجع للهجوم. شفنا هنا حكينا على الاسبوع هذا للعب، انا شفت ثلاثة هجمات باش يبعدهم ادفالدو فريرا محافظة اكيد على صحة اللاعب. وهذا قانون جديد بالنسبة للاتحاد الدولي، كنت شفت الحكم هز زوسيو فقط ظنيت انه فما استبعاد، لكن ممتاز مروان مقيز ويرجع الهجوم للترجي التونسي، قاعد يقدم في مردود كبير مروان مقيز في بداية هذا الشوط الثاني، ومخلي الترجي التونسي الى حد الان متقدم في النتيجة. المدرب دينيس لاتو قيم الحارس الثاني في الترجي اسكندر سليم ابن الاتحاد الرياضي اليمين، قائم باش يقوم بالحركات الاحتياطيه، لكن بعد يعاود يقعدوا بما انه مروان كيس قاعد يقدم في وجه ممتاز على غرار ايضا وسيم زوريات، زوز حراس ممتازين قاعد يقدموا في مباراه كبيره الى حد الان. هجوم للساحلي والهدف 18 للنجم الرياضي الساحلي عن طريق الحاد الحيدر اللي اصبح النجم الساحلي يلقى في الحوار المصلح كل صراحه الراس عاطين رونق كبير للمباراه، خلي الفرق نتاعهم دائما في المباراه سواء مريم مقايس سواء زرياق قاعدين يقدموا مردود ممتاز في الشوط هذا. وتقريبا صوت ثاني مني بوسطى مطابقه لاحسن الشوط الاول. الترجي الرياضي التونسي يبدا المباراه بقوه، يصعد الفرق وضرب النجم الرياضي الساحلي ياخذ وقت مستقطع يرجع النجم في المباراه، ثم بعد المبادره الترجي ياخذ وقت مستقطع تقريبا نسخه مطابقه للاصل بين زوز اشواط. بالضبط، هذا اللي حسن المستوى، هذا اللي حسن المستوى نتاع المباراه. اذا وقت مستقطع بطلب من مدرب الترجي الرياضي التونسي الفرنسي دينيس لاتو لإصلاح ما يجب إصلاحه في الفريق، خاصة والنجم الرياضي الساحلي عاد على مستوى النتيجة المستوى إلا هدف وحيد 19-18 في هذا الشوط الثاني اللي قربنا بنصفه تقريبا 13 دقيقة 20 ثانية إلى حد الآن. والهجوم للترجي الرياضي التونسي رئيس المدير كمال العلويني، دفاع النجم الساحلي يتخير، لاحظنا انا مثال العمري يسدد وكرة تصطدم بالقائم، يقعد الهجوم دائما للترجي التونسي شفيق بن قتيبة، لاحظنا ان دفاع النجم الساحلي يتغير، دفاع 5-1 ولا موجه على نيس المحمودي، هنا خلى الترجي الرياضي التونسي يخسر كوره بسرعه، دفاع تحول من 6-0 5-1 موجه من منير الدويري. مباراة كبيرة، مباراة مشوقة، أجواء كبيرة هنا في القاعة الأولمبية بزوسة، أجواء كبيرة من جماهير الفريقين، جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي عددها كبر على بداية المباراة، وأيضا عدد محترم من جماهير الترجي الرياضي التونسي الموجودة في القاعة هوني لمساندة فريقها. فما إصابة كمال العلويني، نتمنى انه كمال العلويني يقوم لاباس، ولاباس لاباس بالنسبة كمال العلويني. يخرج كمال العلويني، يدخل أسامة
البوغامي ويرجع كجناح في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، كما أيضا شفيق بوقديدة، أنيس المحمودي، يوسف بن علي، والهجوم للنجم الرياضي الساحلي أشرف السعفي، الجيلاني مامي، ماهر بن عبد الله، أشرف السعفي الجيلاني مامي، عملية تقاطع ما بين أشرف السعفي وماهر بن عبد الله، الكرة يسدد ممتازة التسديدة لكن خارج المرمى من أشرف السعفي، كانت فرصة متاحة للنجم الساحلي لتعديل النتيجة، ما استغلهاش النجم الساحلي، أيضا الترجي ما استغلش فرصة لتعميق الفارق. وسيم رياض ممتاز في التصدي، تقعد المباراة ويقعد الفارق هدف وحيد لفائدة الترجي الرياضي التونسي. مباراة مشوقة، أصبح مباراة مشوقة برشا، أكيد ما نعرف اسم المنتصر في المباراة هذه إلا في الدقائق الأخيرة في الماني تايم في المباراة هذه. صراحة مباراة ممتازة جدا، خاصة منذ تقريبا 20 دقيقة في الشوط الأول، فما مخالفة 9 أمتار للنجم الرياضي الساحلي، مردود كبير، مباراة حلوة منير، مباراة ممتازة برشا، نصح ممتاز وكرة يد ممتازة، أكيد صعيب برشا أن نتكلم شكون باش ينتصر في المباراة إلا في الدقائق الأخيرة. فرج الرياضي التونسي قاعد يمر بفترة فراغ تقريبا في وسط 5 دقائق، ما سجلش هدف. النجم الساحلي كان ناقص واستغل حتى بالنقص نتاعه وحافظ على الكرة. هدف التعادل، هدف التعادل للنجم الرياضي الساحلي، أول تعادل منذ بداية المباراة، من الرجل التونسي فيه هدف مقابل صفر، هذا أول تعادل في المباراة، ويرجع الرجل التونسي ويأخذ الفارق مع هدف للترجي التونسي 20-19، أول تعادل في المباراة جاء بعد 45 دقيقة. أكيد النجم الساحلي لاحظنا هنا بالنسبة لك سنترال فريق الترجي الرياضي التونسي، لاحظنا فيه شوية ضعف بالنسبة لك سنترال بين محمودي وبن علي، قاعدين يلقوا حلول بالحر الحارس النجم الساحلي خلى الفريق نتاعه في المباراة وهو اللي خلاه يرجع في المباراة. نفس الشيء بالنسبة لمقيز اللي قاعد يقوم مباراة ممتازة، لكن الترجي قاعد يتسرع برجع خاصة في الهجوم. والهجوم للترجي الرياضي التونسي، أنيس محمود، ثم مخالفة 9 أمتار للترجي التونسي، هاو أمامكم أنيس محمود. فما استبعاد بدقيقتين للنجم الساحلي، هوني فما إلقاء مقذوفات على أرضية القاعة، خلي الحكام يستبعدوا لاعب من النجم الرياضي الساحلي. شوفوا هوني كيفاش الجماهير اللي تجي باش تشجع الفريق نتاعها، بلاص تشجع فريقها تكون سبب في انه الفريق نتاعها يخسر لاعب في وقت مهم في المباراة، في وقت حساس جدا، تخلي الفريق نتاعها يلعب منقوص من زوج من لاعب بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. حكام قايمين مجهود ممتاز، قاعدين يزفروا كما يلزم، ما فماش علاش المباراة تروح رياضية بين اللاعبين، ما فماش علاش نعمل الشيء هذا. أكيد طلب بكل جماهير كرة اليد أنها تبتعد على مثل الحركات هذه، لأنه في كرة اليد كل خطأ يقوم به الجمهور يعاقب الفريق نتاعو. وطارق جلوز يسجل الهدف 21 للترجي الرياضي التونسي، دائما نفس الاختيار، سامي السعيدي خرج الحارس نسيم زرياد ويقحم لاعب كل مره يكون فيها النجم الساحلي في نقص عددي، الهجوم في النجم اشرف السعفي عبد الله الجيلاني مامي عصام مرزيق يدخل كجناح ايسر كجناح ايمن في تشكيله النجم الرياضي الساحلي، أشرف السعفي، جيلاني مامي، ماهر بن عبد الله، جيلاني مامي، أشرف السعفي فركس على لاعب الدائرة يحاول المرور وحده، وفما مخالفة 9 أمتار، دفاع
صلب للترجي التونسي، دفاع ضاغط، كل لاعب ياخذ الكره، شوف واحد يقدم علي ماهوش قاعد يخلي في هجوم النجم الرئيسي يلعب براحه يوسف بن علي. تغيير كما حكينا، تغيير في الاكس سنترال بالنسبه للدفاع ترجي الرياضي التونسي، يقول اللاعب حماد ولا مع جنب المحمودي، مع وجود بن علي الدفاع ولا قريب برشا لبعضه، مع افتقاد النجم الساحلي للتسديد بالبعيد مع خروج اللاعب الانغولي، نتصور النجم الساحلي لازم يلقى حلول على الاجنحه ولا اللاعب الثاني. تسديدة من ماهر بن عبد الله، تسديدة من تحت دفاع الترجي التونسي لكن بعيدة، ويقعد الفارق مع هدفين للترجي التونسي 21-19، ويقعد النجم الساحلي منقوص من لاعب. تكتمل الان تشكيلة النجم الساحلي، لكن الترجي التونسي يزيد يعمق الفارق، وهدف ممتاز من كمال العلويني 22-19 مع الثانية الأخيرة للنقص العددي للنجم الرياضي الساحلي. يعني صعوبات كبيرة قاعد يلقى فيها النجم الرياضي الساحلي منير، خاصة على مستوى الهجوم، وهذا اللي يفسر سامي السعيدي ماهوش قاعد يلقى في برشا حلول على بنك البدلاء. تقريبا تشكيلة يغير فيها لاعب ولا اثنين، مشكلة مدرب الترجي التونسي برشا لاعبية غيرها، وقاعد يلقى في برشا حلول على مستوى بنك البدلاء. كما حكينا في مباراة النادي الافريقي النجم الساحلي، الرصيد البشري مع النجم الساحلي في حلول بالنسبة للاعبين الدائم، في حلول بالنسبة للأجنحة، بالنسبة للسواعد ما فماش حلول كبيرة تقريبا، يعني على ثلاثة مراكز عنده أربع لاعبين يغير بهم. شفنا اللاعب الأنغولي كيفاش تحب اليوم، تعرف نسق نتاع مباريات، ثلاثة مباريات في أسبوع، لازم جاهزية بدنية كبيرة، لازم بنك في مستوى عالي، عكس الترجي الرياضي التونسي تقريبا في كل مركز عنده اثنين لاعبين اللي يكونوا تقريبا في نفس المستوى. أنا نراها بالنسبة كانت المباراة تقريبا فارق هدف فقط، نتصور أنا جماهير نسجنات على فريقها بالخروج الدقيقتين، هذا مخلات الترجي الرياضي التونسي ياخذ فارق ثلاثة أهداف. الترجي الرياضي التونسي قاعد يلعب مرتاح أكثر بدنيا بحكم التغييرات اللي قام بها المدرب نتاعو، تخلي الترجي مرتاح بدنيا مقارنة بالنجم الرياضي الساحلي اللي تقريبا 90% من التشكيل اللي بدا بها المباراة قاعدة هي بيدها اللي تواصل في المباراة إلى حد الآن، ويرجع يعتمد سامي سعيدي إدفالدو فريرا يرجع كحل على مستوى الهجوم، ويرجع كظهير أيسر أشرف السعفي جهاد جبلة، إدفالدو فريرا يحاول تسديد، يسدد، تصطدم بالأرضية ثم تصطدم بالعارضة، ويرجع الهجوم السريع للترجي التونسي. كمال العلويني يقوم بمراوغة، فما مشي بالكرة، فما مشي بالكرة من كمال العلويني، غضب من مدرب الترجي التونسي، غضب كبير من الفرنسي دينيس لاتو مدرب الترجي التونسي على اللقطة الأخيرة من كمال العلويني، قاعد يلوم فيه، طلب منه أنه يلعب الكرة مع الجناح والهجوم للنجم الرياضي الساحلي. إدفالدو فريرا يلعب مع جهاد جبالة، لكن فما تدخل على جهاد جبالة، مخالفة تسعة أمتار للنجم الرياضي الساحلي. حكيم قاعدين يطلبوا من الملاعبيه الهدوء، استناوا شنو باش يكون، يطلبوا ايضا مسح الارضيه، شنو باش يكون قرار الزوز حكيم، هل سيكون استبعاد والا ما فماش الاستبعاد؟ بالفعل فما استبعاد لمده كثير. كمال العلويني يخرج ايضا اشرف السعفي يخرج لمده تركيه، لاعب من الترجي ولاعب من النجم الرياضي الساحلي، لاعب فقط من النجم الرياضي الساحلي. كمال العلويني خرج ورجع، استبعاد فقط لاشرف السعفي لاعب النجم الرياضي الساحلي، ربما الاحتجاج على قرار الحكم، باش يرجع الهجوم للنجم الرياضي الساحلي، مخالفه
9 امتار نتيجه 22-19 قبل 10 دقائق على نهايه المباراه، وتفوق للترجي الرياضي التونسي. كيفاش باش يتعامل النجم الرياضي الساحلي مع الوضعيه هذه ومع الهجوم هذا؟ جيلاني مامي يلعب مع عصام رشيد، ماهر بن عبد الله والحكم يزفروا دقيقتين المره هذه في وجه انيس المحمودي. انيس المحمودي يوقع استبعاده لمده دقيقتين وترجع اللعبه 6-5 مع النجم الرياضي الساحلي. يخرج الحارس نتاعو ويدخل لاعب في الهجوم، جيلاني مامي، إدفالدو فيريرا، جيلاني مامي فيريرا. فم مخالفة 9 أمتار وتدخل من يوسف بن علي قدام إدفالدو فيريرا. ماهر بن عبد الله يلعب كرة مع لاعب الدائرة جهاد بلا ما يتحكمش في كورتو. فما مخالفة 6 أمتار ودخول في المنطقة من جهاد الهجوم للترجي الرياضي التونسي. صعوبات على مستوى الهجوم من النجم الساحلي. النجم الساحلي قاعد يخرج فريق دقيقتين، هذاك علاش ما لقاش كيما نقولوا التوازن نتاعه بالنسبة للهجوم. الترجي الرياضي التونسي بحكم الخبرة نتاعه مع التغييرات الموجودة مع الفريشير فيزيك لبعض اللاعبين قاعد يسير في المباراة، قاعد ياخذ النتيجة. النجم الساحلي قاعد يلعب الان ضد الوقت وضد النتيجه، في حين الترجي التونسي قاعد يلعب في عقله يربح في الوقت، وقاعد ايضا يعمق في الفريق الترجي الرياضي التونسي. وهذا الهدف 23 عن طريق شفيق بوقاتيل. ماهر بن عبد الله، جيلاني مامي، تسديده من ماهر بن عبد الله يسجل بها الهدف 20 للنجم الرياضي الساحلي. 23-20 قبل 7 دقائق ونص على نهايه المباراه. اكيد دقائق اخيره مشوقه باش نعيشوها معاكم وتعيشوها معنا مباشره على الوطنيه الاولى، لقاء النجم الرياضي الساحلي الترجي الرياضي التونسي في دقائقه الاخيره. تفوق للترجي التونسي مره اخرى، الحل على مستوى جناح لشفيق بوقديده وتمريره ذكيه من كمال العلويني. الدفاع من لاعبيه النجم الساحلي خرجوا لبرا، خلاو مساحات للمدافعين. جمهور او دفاع النجم الرياضي الساحلي كما قال منير قاعد يتقدم، خلى مساحات ظهروا وقت يكون عندك مناسب لاعب ذكي ومليح ببرشا كما كمال العلويني. اكيد يستغل لقطات كما هكا وهذا اللي صار. والنجم الرياضي الساحلي في الدقائق الاخيره ايضا قاعد يلقى في الحل من ماهر بن عبد الله اللي قاعد يحكي على مستوى وجود النجم الرياضي الساحلي، قاعد يغير في مركزه الدافي، لاعب جناح ثم منسق لاعب وايضا كظهير، وقاعد يعطي في الحلول لسامي السعيدي. كمال العلويني يراوغ، ممتاز الفانت من كمال العلويني، يسدد ويسجل الهدف 25. كمال العلويني قاعد ياخذ في المباراه على عاتقه بالنسبه للترجي التونسي في الدقائق الاخيره. كما حكينا في المباراه الترجي الرياضي التونسي قاعد يسير المباراه كما يحب هو. نتصور انا بنك البدلاء نتاع الترجي هو اللي خلى الفريق فرض نسق النجم الساحلي. النجم الساحلي كما حكينا ما عندوش حلول كبيره، خاصه بالنسبه لسه واحد، هذاك علاش ما لقاش حلول خاصه بالنسبه للهجوم المنظمي. اكيد ثراء الرصيد البصري بالنسبه للترجي الرياضي التونسي في المباراه هذه، يخلي المدرب دينيس لاتو الفرنسي دينيس لاتو يلقى الحلول لكل الوضعيات، يرتاح للعبيه عكس سامي السعيدي قاعد يدور في اسبانيا 9 ملاعب لعبيه. هذا يخلي اكيد اللاعبين يتاثروا بدنيا. وهدف 22 للنجم الرياضي الساحلي، هذه الاعاده للهدف للنجم الرياضي الساحلي، هدف من حمدي الهمامي اللي يصبح يلعب كلاعب دائره في النجم الرياضي الساحلي.
ياخذ مكان جهاد جبل الهجوم الترجي التونسي. دفاع النجم يتقدم ويختار ويخرج على كمال العلويني يغير مدرب النجم الرياضي الساحلي في الدفاع، لكن الترجي التونسي كالعاده قاعد يبقى في الحلول. اكيد دفاع يتقدم 4-2 يولي يخلي برشا فراغات، والترجي التونسي قاعد يستغل في الفراغات هذه اللي يخلي فيها دفاع النجم الرياضي الساحلي منير، في حين الترجي على مستوى الدفاع تقريبا نفس الدفاع اللي بدا به المباراه 6-0 ضاغط على هجوم النجم الرياضي الساحلي. الهجوم باش يرجع للترجي الرياضي التونسي، ودخلنا في الخمسة الدقائق الأخيرة 4 أهداف في فرق لصالح الترجي الرياضي التونسي. بدات تصعب تقريبا المهمة منير على النجم الرياضي الساحلي اللي ماهوش قاعد يلقى في الحلول، مش في وسط اللعبة وإنما على البنك التحتية. كل صراحة قطع النظر على التكتيك والدفاع والهجوم، رصيد البشري نتاع الترجي الرياضي التونسي هو اللي عمل الفارق بالنسبة للمباراة هذه. حاول النجم الساحلي ما قصروش الأولاد نتاعهم، نفس الشيء بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، بالرغم أن النجم الساحلي طرات رجع في المباراة ورجع على مستوى التعادل ومستوى هدف، لكن الترجي الرياضي التونسي ديما بالتغييرات نتاعو، حتى لاعب ما يمشيش في الهجوم ديما نلقاو اللاعب الثاني اللي يعاون واللي يلقاو اصحابه يعني في المومون كريتيك. كمال العلويني في تنسيق هجوم الترجي الرياضي التونسي ومخالفه 9 امتار. يوسف بن علي وفما 7 امتار للترجي الرياضي التونسي، ومعها استبعاد لمده دقيقتين في وجه خالد الحيدري، يزيد يعقد وصعب مهمة النجم الرياضي الساحلي. برشا استبعادات لمدة دقيقتين في صفوف النجم الرياضي الساحلي، أكيد صعبت مهمته في المباراة هذا. يوسف بن علي الوزن مع وسيم زريات أحسن لاعب في النجم الرياضي الساحلي وحارس وزير زريات في هذه المباراة والأسبقية ليوسف بن علي، يسجل الهدف 27 للترجي التونسي، 27-22 قبل 4 دقائق على نهاية المباراة. الجيلاني مامي ماهر بن عبد الله، الجيلاني مامي وشفيق مقدده يقطع الكرة وهجوم معاكس أمام مرمى شاغر، يسجل الهدف 28 للترجي الرياضي التونسي. ملقى حتى صعوبة أكيد شفيق مقدده في تسجيل الهدف 28 للترجي الرياضي التونسي، باعتبار انه حارس النجم الرياضي الساحلي وسيم زريات يخرج وقت اللي يكون فريقه منقوص عدديا ويدخل لاعب. هذا تكتيك من سامي سعيدي في كل مره كان فيها فريقه منقوص من لاعب. الهجوم عاد النجم الرياضي الساحلي اسد في الساعه يعود مره اخرى للارضيه ميدان، ومخالفة 9 أمتار للنجم الرياضي الساحلي، مطالبة برمية 7 أمتار من أشرف السعفي، لكن الحكم يقول فما مشي بالكرة قبل الخطأ. أشرف السعفي سدد تصطدم الكرة بدفاع الترجي الرياضي التونسي، باش ترجع من رمية جانبية للنجم الرياضي الساحلي. منير الدويري، جيلاني مامي، أشرف السعفي مر يسدد ويسجل الهدف 23 للنجم الرياضي الساحلي، هدف مصحوب أيضا باستبعاد لمدة دقيقتين في وجه يوسف بن علي. كلمة حق بالنسبة للحكام، قاموا بمباراة ممتازة بكل صراحة، يعني حكام شبان، مباراة فيها رهان وكل شيء، وعندهم مباراة ممتازة بكل صراحة، ما علينا كان نشجعهم، يعطيهم الصحة. ممتازين ثنائي التحكيم احمد ساسي وائل بن شبيع في اداره هذه المباراه، والشيء اللي يخلي الحكام يقدموا مردود ايجابي واللي عاون انضباط الملاعبيه والاداره، انضباط كبير من زوج فرق وزوج مدربين عاونوا برشا الحكام في المباراه منير، وهذا حاجه ايجابيه ومهمه برشا. فير بلاي موجود، ما فماش مشاكل، فما لاعب مباراه ممتازه تعتبر ممتازه، حكام قاموا بواجبهم. هذا هجوم معاكس سريع للنجم الرياضي الساحلي، إدفالدو فريرا يسجل الهدف 24 للنجم الرياضي الساحلي، 28-24 قبل دقيقتين على نهاية المباراة، وهذا وقت مستقطع يجب مدرب الترجي الرياضي التونسي أكيد باش يرتاح من
لعبيتو باش يريح لعبيتو باش يحاول يهديو ويخليهم يتعاملوا كما يلزم على الدقيقتين الزوج دقائق الاخرى في المباراه. شنو ينجم يحكي هنا مدرب الترجي ونيرو شنو ينجم يحكي سامي سعيد ملعب لعبيتو؟ اكيد هو سيرتو على لي كونتاكت هنا البروفوكاسيون تصير في اخر ماتش هنا ماك تعرف القانون الدولي توا الورقه حمراء مع ورقه زرقاء يعني اللاعب اوتوماتيكمون معناها ياخذ مباراته وعنده مباراه ديربي الاسبوع الجاي اكيد من حقه المدرب باش ياخذ التايم اوت هذايا باش يقول فيها اللي حكينا فيها. وبالنسبه لسامي السعيد اكيد سامي السعيد مش هو اللي واخذ التايم اوت هنا باش يحاول باش مع اللاعبين اكيد اللاعبين نتاعهم لازم يكملوا المباراه نتاعهم هذا وش الناس من الساحلي في الفيزال دقيقتين يحاولوا باش يقربوا في السكور ويلعبوا لاخر دقيقه من غير ما يضيعوا في البروفوكاسيون من غير ما يتوقفوا في التشنج من غير ما يكون فما رد الفعل ماك تعرف اللاعب خاصه الخاسر في اوقات معينين ممكن يرد فعل اما بكلمه ولا بحركه معينه. الهجوم للترجي الرياضي التونسي كالعاده خالد الحيدري متقدم على ويقدم الدفاع الان يصبح لاعب يلعب دفاع متقدم المدرب سامي السعيدي تقريبا على نصف الميدان. شوفوا كيفاش باش يتعامل الترجي التونسي هجوميا مع الوضعيه الدفاعيه هذه للنجم الرياضي الساحلي. اكيد لو كان جاي عنده اكثر من لعبيه لو كان جاي مرتاح اكثر بدنيا النجم الساحلي كان من بكري قدم الدفاع عن سامي السعيدي. اكيد هو الفرق موجود الرصيد البشري حتى على مستوى الخبره. الترجي الرياضي التونسي بالرغم اللي خرجوا تقريبا 8 لاعبين منهم من السنه السابقه للسنه هذه لكن الركائز نتاعو الاساسيه موجوده عندها سنوات عكس النجم الساحلي. كل صراحه خاصه بالنسبه للخط الخلفي السواعد لو هو يحب يراهن يكون متراهن جدي على البطوله لازم يكون عنده سواعد وحلول اكثر بالنسبه للخط الخلفي. فما لعب سلبي يعلنوا عليه الحكام ضد الترجي الرياضي التونسي. الهجوم للنجم الرياضي الساحلي توصل الكرة للجناح فما مخالفة تسعة أمتار للنجم الساحلي جيلاني مامي وصل الكرة لجهاد جبل النجم الساحلي يلعب الآن بزوز لاعبي دايرة توصل الكرة للجناح منير الكبيري ويسجل الهدف 25 للنجم الرياضي الساحلي هدف مصحوب ايضا باستبعاد لمده دقيقتين في وجه انيس المحمودي. ثلاثه نقاط ثلاثه اهداف فارق للترجي الرياضي التونسي قبل 40 ثانيه 43 ثانيه على نهايه المباراه. الترجي التونسي كالعاده في الهجوم وهجوم ودفاع النجم الساحلي ضاغط على هجوم الترجي هجوم الترجي يخسر الكره للمره الثانيه على التوالي كره سريعه للنجم الساحلي جيلاني مامي مرور فما 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 رميه سبعه امتار فما رميه سبعه امتار بعد تدخل على خالد الحيدري فما استبعاد بالورقه الحمراء في وجه طارق جلوز بعد تدخله الاخير قدام خالد الحيدري سبعه امتار للنجم الرياضي الساحلي خالد الحيدري اللي باش يتولى هو تنفيذ رميه السبعه امتار. خالد الحيدري وجه لوجه مع مروان مقايز ويسجل الهدف 26 للنجم الرياضي الساحلي قبل 10 ثواني على نهايه المباراه. يطلب من جهاد جبل الابتعاد ونهايه المباراه بتفوق الترجي الرياضي التونسي 28 26 قدام النجم الرياضي الساحلي الهزيمه السادسه للنجم